أصحابي الأعزاء من قناة أحب رسول، كالمسموع وعدنا اليوم مع حلقة جديدة من حلقات حدث في رمضان. حدث في رمضان الموافق 19 من رمضان، تولي السلطان برقوق أقمص، والسلطان الملك الظاهر سيف الدين برقوق ابن أنس ابن عبد الله الشركسي. ولد في القفاقس سنة 740 هجرية، وقدم القاهرة وعمره 20 عاما ليلتحق بالجيش المصري، حيث أتقن فنون الحرب والفروسية، وترقى في المناصب العسكرية ورتب الإمارة، حيث أصبح أمير طبرخانة ثم أمير آخور ثم أتبكن عام 779 هجري. ويعد هو مؤسس دولة المماليك الثانية التي تذكر في كتب التاريخ بدولة المماليك البربية البراكسة. كان ولد برقوق مسيحيا، اشتراه التجار الرقيق من بلاد الشراكسة ليبيعوه في أسواق مصر، حيث إن مصر أصبحت تستورد هذا النوع من العبيد لشراها كل أمير من المماليك لتقوية حزبه بشراء أكبر عدد من الصبية تدريبهم على القتال والانتماء إليه. فاشترى الأمير يلبغى والد برقوق سنة 1364 ميلادية، وأجبره على ترك الديانة المسيحية واعتناق الإسلام، ولأنه عبدا فليس له حرية الاعتقاد. وكان له ابن اسمه برقوق أدهش يلبغى بجماله وذكائه ونشاطه، فأرسله لإحدى دور التعليم الإسلامية في مصر وسائر العلوم الإسلامية، فرقاه إلى درجة أمير. لما توفي ابن الملك الأشرف بايع المماليك أخ الأشرف زين الدين حادي راخي ذا الست سنوات، الذي جلس على العرش لمدة تتراوح بين النصف والسنتين. ولكن برقوق كان متطلعا للحكم، فلم يقبل أن يتولى شؤون البلد طفل صغير ويظل هو تحت إمرته يتلقى منه الأوامر. والفعل في 19 رمضان قام برقوق بخلع الملك زين الدين ولفاه، وتولى من بعده الحكم وأصبح هو الحاكم الفعلي للبلاد بعد أن وافق الخليفة العباسي المتوكل بالله على تنصيبه ملكا على مصر. عمل السلطان برقوق على إرساء قواعد دولته، ولكن هذا الأمر لم يكن بالهين، فقد ظل في صراع مستمر مع المماليك والأتراك، فعمل على إحلال الشراكسة محل الأتراك، مما أثار المماليك للتخلص منه عندما قامت ثورة الطبقة السلطانية، ولكن لم تفل، حيث تم القبض عليه ولكنه استطاع الهرب إلى بلاده. أما الثانية فكانت باتفاق مع الخليفة المتوكل، فأحضر برقوق المشايخ والأئمة والعلماء، وخلعوا جميعا الخليفة المتوكل سنة 778 هجري، وأمر برقوق بسجنه في القلعة، وأعلن بلاد الخلافة الإسلامية للخلع. ولكن ما لبث السلطان برقوق أن ندم على خلع الخليفة المتوكل، فأعاده إلى الحكم، لكن الخليفة لم ينس ما فعله السلطان برقوق، فأمر بنفيه إلى قلعة القرق. ولما حدث صراع بين الأتراك وعلى رأسهم يلبغى ومنطاش، استغل برقوق هذه الفرصة، فجمع أنصاره ليستولي على حكم الشام ثم مصر، وفرح به عامة أهلها وخاصته، وخرجوا لاستقباله وفرشوا له الحرير في الطرق، وجددوا له البيعة في القلعة سنة 792 هجري. بعد أقل من سنة من عزله، وتمكن من التخلص من معظم أعدائه ومناوئيه، وقضى على ثورة العريان أو لمصر والشام. ونجح برقوق قبيل وفاته سنة 801 هجرية في أخذ البيعة لابنه فرج، وكان في العاشرة من عمره، وشكل له مجلس وصايا من قادة المماليك. وكثرت الفتن في عهد السلطان فرج، وخرج عليه الأمراء في مصر والشام، وحاول تصدي لها، لكنه هزم قرب دمشق وقتل سنة 815 هجرية. بوث العلامة الألوسي في 19 رمضان عام 1272 هجري، ولد علامة العراق الأديب المحدث محمود شكري الألوسي، والألوسي لبلده لبلدة ألوس، وهي بلد تقع على نهر الفرات في الأنبار، وهو أحد علماء أهل السنة في العراق، ومن المتمسكين بمنهج السلف الصالح، ومن أحد الشخصيات البارزة في العالم العربي والإسلامي، وكان حبه لطلب العلم بدأ منذ صغره.
إجازات العلم من الكثير من علماء بغداد، وهو من أحفاد شهاب الدين أبي الثناء الألوسي الكبير، من ذرية الإمام موسى المبرقع ابن الإمام محمد الجواد الهاشمي القرشي. عاش الألوسي حياته بين التدريس والتأليف، وساهم في إنشاء وتحرير أول جريدة في بغداد اسمها الزوراء، كذلك ساهم في كتابة المقالات والبحوث لمجلات مثل المقتبس والمشرق والمنار ومجلة المجمع العلمي العربي. وعرف من عن علماء عائلته حب الأدب والتفقه مع معني لا تصور، لكن محمود شكري أخذ بنزعة عقلانية عالية جعلته أقرب للدعاة الإصلاحيين في عصره مثل رشيد رضا ومحمد عبد. من تلاميذه أمجد الزهاني، علي بن حسين الكوتي، ومحمد القزلجي الأثري، ورشيد حسن الكردي، وعبد اللطيف سنيان، ومحمد نافع المسرد. من مؤلفاته ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة، الفصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية للإمام محمد بن وهاب، بلوغ الإرم في أحوال الإرم في أحوال العرب، رسالة في الماء، الضرائر الشعرية، المسك الأزفر في ريال القرن الثاني عشر والثالث عشر، غاية الأماني في الرد على النبهاني، صب العذاب على من سب الأصحاب، شرح قصيدة النسب، ترجمة السيد أحمد الرفعي، تاريخ بغداد، تاريخ مساجد بغداد وآثارها، عقوبات العرب في الجاهلية، تاريخ نجد، مختصر التحفة الاثنى عشرية. وإلى لقاء آخر في حلقة